هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم. الحمد لله الذي أعاده علينا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، قلنا فيما مضى من حلقات إن رمضان هو شهر الانتصارات على مدى تاريخ الأمة الإسلامية، وتحدثنا عن غزوة بدر، ولا يمكن إلا أن نتحدث على الانتصار الباهر الثاني الذي تفضل به المولى سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين معه، ألا وهو فتح مكة الذي كان في السنة الثامنة للهجرة في اليوم 21 من رمضان. لكن قبل أن نتحدث عن هذا الحدث العظيم الذي سجله الله سبحانه وتعالى في سورة سماها سورة الفتح، وفي سورة أخرى سورة النصر، فقال في الأولى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفي الثانية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قبل أن نتحدث عن هذا الحدث العظيم في تاريخ الأمة الإسلامية والذي كان في شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وشهر العمل وشهر الانتصارات، لا بد أن نتحدث عن صلح الحديبية. وما أدراك ما صلح الحديبية؟ الذي كان إرهاصا ومقدمة للفتح الأكبر وهو فتح مكة. صلح الحديبية أيها الإخوة الكرام كان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، يعني قبل فتح مكة بعامين. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ومن معه من الصحابة وخاصة المهاجرون منهم، كانوا في شوق عظيم إلى الكعبة وإلى مكة، خير بلاد الله عند الله. ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وهو خارج مغادر لمكة المكرمة، التفت إليها وقال: والله إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، وإنك أحب البلاد إليه،
ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم مشتاقين إلى مكة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، أن يدخل إلى مكة معتمرا، فساق الهدي، يعني ساق الهدي أمامه حتى يعلم الناس أنه لا ينوي شرا، بل جاء معظما مبجلا لهذا البيت ولرب هذا البيت، ولم يكن معه من السلاح إلا السيوف في أغمادها، وسار من المدينة إلى أن وصل إلى مكان اسمه الحديبية، فنزل فيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فبلغه أن قريشا قررت منعه من دخول مكة مهما كلفها الأمر. لماذا؟ لأنها إذا سمحت له، حسب رأي قريش، إذا سمحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول مكة فستكون شر هزيمة لقريش ومن والاها من القبائل، فقررت منعه صلى الله عليه وسلم، رغم أنه جاء معظما لهذا البيت، جاء معتبرا، لم يأتي محاربا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم عندما سمع بهذا الأمر بعث إليهم من يفاوضهم، بعث إليهم من؟ سيدنا عثمان بن عفان، وقد كان رضي الله عنه رجلا مهابا، رجلا حييا، رجلا يحترمه كل الناس ويستحي منه الإنس والملائكة. ألا أستحي من رجل، قال صلى الله عليه وسلم، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. بعثه ليفاوض قريشا حتى يسمح له وأصحابه أن يدخلوا البيت، أن يدخلوا البيت معتمرين معظمين مبجلين. وقريش بعثت له مفاوض أول وهو عروة ابن مسعود، فرجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى المهابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى إجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى قريش وقال لهم: والله لقد رأيت الملوك ودخلت على قيصر وكسرى ولم أجد أجل وأهيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى أصحابا يجلون قائدهم وحبيبهم أكثر من إجلال صحابة محمد لمحمد. نعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير. ليس له مثيل. رجع عروة بن مسعود إلى قريش فكأنها لم يعجبها قوله، فبعثت مفاوضا آخر وهو سهيل ابن عمرو، وكان خطيبا مفوها وكان حكيما، فعقد معه صلى الله عليه وسلم ما يعرف بصلح الحديبية. هذا الصلح الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإملائه نص الصلح على
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمر وما بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا نعرفها. اكتب باسمك اللهم. فقال له يا علي اكتب، صلى الله عليه وسلم، اكتب يا علي باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمر. فقال سهيل لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما قتلناك. فقال انتسب لأمك وأبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي امحو يا علي كلمة رسول الله، فأبى علي أن يمحوها بيده، فقال أرني إياها، فلما أراه إياها محاها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وقال هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. وجات البنود متاع الصلح فيه الكثير من التنازل حسب النظر القصير للبشر، تنازل كيف لا، والرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن كلمة البسملة، وتنازل عن كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اتفق مع سهيل بن عمرو على أن كل شخص يأتي من قريش إلى المسلمين فعلى المسلمين أن يردوه، وإذا جاء رجل من المسلمين إلى قريش فلا ترده قريش. اتفقوا كذلك على أن تكون هدنة لمدة 10 سنوات بين المسلمين وبين قريش، من أراد أن يدخل في حلف المسلمين دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. هذا التنازل الذي رآه الصحابة وظنوا أنه دنية في دينهم جعلهم يحتجون، حتى ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. ألست على الباطل؟ قال بلى. ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فكيف نرضى بالدنية في ديننا؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم إجابة الواثق من نصر الله سبحانه وتعالى، يا ابن الخطاب إنما أنا عبد الله ورسوله وهو ناصري ولن يخذلني. وذهب عمر إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب تماما نسخة مطابقة للأصل من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الاتفاقيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعتمر في هذه السنة، بل يعتمر وأصحابه في العام المقبل. إذن بما أنهم جاءوا محرمين وقد ساقوا الهدية، فعليهم أن يتحللوا من عمرتهم بذبح الهدي وحلق الشعر. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه تحللوا من عمرتكم، اذبحوا نحائركم واحلقوا رؤوسكم. فأبوا لأنهم شعروا كأنهم قد ظلموا بهذا التنازل، فلم يأتمروا بأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم، فخاف عليهم صلى الله عليه وسلم من سخط الله، ودخل فزعا إلى زوجه أم سلمة رضي الله عنها وهو يقول هلك المسلمون يا أم سلمة. فقالت وما ذاك يا رسول الله؟ فقال أمرتهم فلم يأتمروا، أمرتهم بحلق شعورهم وذبح نحائرهم فلم يفعلوا. فقالت رضي الله عنها قول الحكيم
اخرج يا رسول الله واذبح نحيرتك وادعو حلاقك ليحلق شعرك سيتبعك المسلمون. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فما كان من المسلمين إلا أن تبعوا رسولهم، لأن العبرة بالقدوة ليس العبرة بالكلام. الكلام الذي لا يتبعه عمل ليس مجديا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عندما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل تبعه المسلمون، وهذا منتهى الاقتداء وهذا منتهى الاتباع صلى الله عليه وسلم، ورضي الله سبحانه وتعالى عن صحابته. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.